كابتن شريف، الشوط الثاني زي الشوط الاول وانتهت المباراه 2-1 للنادي الاهلي، شفت الماتش ازاي؟ لا انا ما كان المفروض ان احنا بنتكلم في الهاف تايم بنقول ان احنا تاني تايم، كان الكابتن عادل والكابتن علاء بيقولوا ان احنا هنكون لينا شكل تاني في الهاف تايم التاني، لان الحاله البدنيه لفرقه ترسانه المفروض انها بعد كل السبرنتات دي والجري ده والمجهود اللي عملوه في اول تايم يكون السطوه بقى للنادي الاهلي، يكون الدفعه الكبيره ان هم يخلصوا الماتش. لما انت بتعلق ماتش لغايه اخر ثانيه ممكن يجي فيك جون وتتعادل وتخرج بره الكاس. المفاجاه بقى في الاداء مش المفاجاه في النتيجه. النتيجه دي بتاعت ربنا خلاص، والف مبروك النادي الاهلي، ومن مباراه لمباراه ان شاء الله يعني نوصل ان انت تاخد الكاس. كل التمنيات دي كويسه قوي. يعني في حاجات غريبه قوي بتحصل في يعني زي ما يكون في تغييرات غريبه بتحصل. اتنين فراوده بيخرجوا وانت المفروض تجيب هدف، يعني المفروض تعزز مكانتك في الشوط الثاني ده وتلعب بقى بارتياحيه عشان ما يحصلكش اصابات، وحصل لك اصابات لجونيور اجاي. فما اعرفش يعني اللعيبه نفسها مش متحمسه، ما فيش حماس كده في وسط الملعب. بدل ما انت بتبقى فعل 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 زي ما اتفقنا، بقت الحكايه مشاركه في الملعب، حكايه كر وفر بين فرقتين مع بعض. ممكن تلاقي في اي وقت نادي ترسانه كان ممكن يتعادل لولا تصرف احد اللعيبه، تصرف متسرع فيه يعني، وما فيش خبره فيه يعني، خبره درجه ثانيه او خبره لسه برضو المواقف الكتير ما بيتحطش فيها ان هو يقدر يعمل نفسه انه هيشوط وبعدين يروح عامل ان بتوين باص لوحدي هو والجون، يقدر يترجم هدف للفرقه. مشكورا فرقه ترسانه الحقيقه، هي والجهاز الفني بتاعها عملوا مجهود كبير النهارده ان يكون ليهم شكل وليهم وجود في الملعب. المشكله عندك انت دلوقتي ان الدنيا كلها بتسال، الجماهير بتسال كلها، انت قربت خلاص على مباراه افريقيا، فين الشكل اللي انا هطمن عليه او فين القوام اللي انت هتعتمد عليه؟ هل في عوده لعيبه جايه ولا في حاجات تانية احنا هنشوفها بعد رحيل مدرب او دخول مدرب تاني او عصا سحريه هترجع تاني نشوفها في الملعب؟ كل ده بيرجع للعيبه. هل انت في حاله تعب بين ايام كل ثلاث ايام من وراه في حاله زهق؟ في انا شايف في زهق، يعني شايف ان بقت العمليه سيمتريه كده، اداء وظيفي يعني، مش حب في اللعب، مش متعه في اللعب.